السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. هكلمكم النهاردة عن حركة الحيوان المنوي. إيه أسباب ضعف حركة الحيوان المنوي؟ إيه أسباب ضعف حركة الحيوان المنوي؟ قبل كده اتكلمت عن حركة الحيوان المنوي المطلوبة، النسبة قد إيه المطلوبة لحدوث الحمل بصورة مؤكدة، وقلنا يعني هو الحيوان المنوي اللي محتاجينه كل واحد يستطيع، حيوان منوي واحد يستطيع أن يصل إلى البويضة. طبعا عشان يصل إلى البويضة لازم يكون متمتع إن هو بيتحرك، ولازم عدد كبير يتنافسوا من أجل الوصول، لأن عشان توصل الحيوانات المنوية من عند الخصية إلى البويضة في الست ديت مشوار يعتبر طويل جدا جدا، ومحتاج كفاءة عالية، محتاج عدد كبير يتنافس على ذلك، ومحتاج حركة من نوع البروجريسيف اللي هي ايه، حركة إلى الأمام. طبعا لازم تكون إلى الأمام، ممكن يكون بيتحرك في شكل كده دائري ما بيوصلش لأي شيء، لكن لازم الحركة تكون تقدمية يعني بروجريسيف إلى الأمام عشان يقدر يوصل إلى البويضة ويخصب. طيب حركة الحيوان المنوي دي بتكون ضعيفة لأسباب متعددة، وأحيانا بتبقى الحركة ضعيفة ومش قادرين نعرف إيه هو السبب وراء ضعفها. فنقول إيه هي الأسباب التي تؤدي إلى ضعف حركة الحيوان المنوي. أول حاجة وأشهرها العدوى، عدوى في الخصية. أي حاجة تصيب الخصية، أي حاجة تؤثر على الخصية تؤثر على الحيوان المنوي ككل وعلى الحركة بصورة خاصة، هتأثر على العدد وهتأثر على الأشكال الطبيعية وهتأثر على نوعية الحركة. إحنا بنتكلم النهاردة على نوعية الحركة. طب إيه هي الأسباب التي أو الأمور التي أو الحالات التي تؤثر على الخصية سلبا؟ أول حاجة العدوى، يمكن دي تكون أشهر حاجة. العدوى أيا كانت العدوى، العدوى الجنسية هي أشهر نوع من العدوى. إصابة الخصية بأي مرض انتقالي معدي جنسي أو إصابة البربخ، العدوى ديت ممكن تيجي كامتداد لعدوى في الحالب أو في منطقة القضيب، وبتمتد إلى في حالة إهمالها إلى أن، يعني معنى كده إن عدوى زي السيلان ممكن تعمل تأثير على الحيوان المنوي، تأثر على قدرة الرجل على الإنجاب، ممكن لو أهملت الحالة ولم تعالج بشكل سليم. يبقى إذن أول حاجة إيه؟ العدوى. تاني حاجة إيه؟ خلينا كده نركز أول حاجة العدوى، قلنا أي نوع من العدوى ممكن يؤثر على الخصية وبالتالي يؤثر على حركة الحيوان المنوي، يا إما النسبة المطلوبة. إحنا قلنا قبل كده النسبة المطلوبة لحركة الحيوان المنوي عشان الحمل يكون مؤكد 40%، ويكون هذه النسبة منها حوالي 32% وأكثر من نوع البروجريسيف، الحركة التقدمية. طيب العدوى ممكن تأثر على الحركة وتخليها أقل من كده بكتير، وبالتالي تأثر على القدرة على الإنجاب. الحاجة الثانية هي الجراحة، أي عملية جراحية في الخصية قد تؤثر على حركة الحيوان المنوي، لما يكون في جراحة معينة، أي نوع من الجراحة على الخصية أو حوالين الخصية من مضاعفاتها إنها ممكن تؤثر على حركة الحيوان المنوي. نفس الشيء هي إصابة الخصية، أي حادثة بتؤدي إلى إصابة الخصية ممكن، أو مثلا التواء الخصية التورشة تستيكولار تورشن، هذا الالتواء ممكن برضو يؤثر على الخصية لو ما تعالجش بسرعة. بالعكس ده ممكن كمان يؤدي إلى إن إحنا نضطر إلى يعني تدخل جراحي وإزالة الخصية المتأثرة تماما. عيب خلقي في الخصية، الخصية فيها عيب، فيها ضمور، الخلايا التي تنتج الحيوان المنوي فيها مشكلة. العيوب الخلقية ديت سيان في عيب خلقي أو الخصية نفسها مش موجودة تؤثر على، يبقى يا إما مفيش حيوان منوي خالص يا إما في حيوان منوي بس فيه عيوب خلقية من ناحية الحركة.
النوع الثاني الخصية موجودة وسليمة وكل حاجة، بس مش موجودة في مكانها، الخصية العالقة اللي هي بتبقى فوق مش في مكانها، لسه موجودة في تجويف الحوض، طبعا موجودة ومحاطة بوسط غير مناسب، درجة الحرارة عالية مش زي الخصية الطبيعية اللي بتبقى نازلة تحت، درجة الحرارة بتبقى أقل شوية من درجة حرارة الجسم، ودي هي الدرجة الحرارة المناسبة لإنتاج الحيوان المنوي بشكل طبيعي، وبالتالي الخصية العالقة ممكن تطلع حيوان منوي بس بيكون الحركة فيه ضعيفة. دوالي ديت من ضمن أمراض الخصية، دوالي الخصية، دوالي الخصية، ودي من الحاجات الكتيرة اللي بنقول إن دوالي الخصية بتؤثر على قدرة الرجل على الإنجاب، من ضمن الأسباب إنها بتؤثر على حركة الحيوان المنوي. وفي الحالة ديت الحل الوحيد بيبقى عملية جراحية لعلاج دوالي الخصية، لما يكون الشخص عنده، الرجل عنده دوالي خصية وتحليل المني بعد ما يتعمل متأثر، يعني مأثر على قدرته على الإنجاب، ففي هذه الحالة ينصح بإيه؟ بعمل عملية الدوالي. طبعا مرض سرطان الخصية، لأن مرض السرطان بتنشأ بتتكون خلايا سرطانية، خلايا غير طبيعية بتحل محل الخلايا الطبيعية للخصية، وبالتالي لا تنتج الحيوان المنوي بشكل طبيعي. بعض الأدوية وخصوصا الأدوية اللي فيها مواد مخدرة، الاسترويدز، الأدوية الاسترويدز والمخدرات بصفة عامة والكحوليات ممكن تؤثر على قدرة الخصية على إنجاب حيوانات منوية ذات حركة طبيعية. دي كده ملخص أو سريع للأسباب التي تؤثر على الخصية سلبا وينتج عنها حيوانات منوية ضعيفة الحركة، وبالتالي لو كانت الضعف ده أقل من المعدلات الطبيعية اللي احنا عايزينها بتؤثر على قدرة الرجل على الإنجاب. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وأرجو منكم يعني تعذروني إذا كنت أنا غبت شوية لظروف ما عندي، وأرجو منكم برضو تحطوا تعليقات تحت الفيديو بالمواضيع اللي انتوا عايزيني أتكلم فيها، لأن دي بتفتح قدامي مواضيع وبتعرفني إيه الأكثر أهمية بالنسبة للمتابعين عندي. ما شاء الله المتابعين عندي بدأوا يزيدوا، يعني دخلنا هو على 70,000 متابع، ربنا يبارك فيكم كلكم. فيهمني قوي إن أنا إيه أعرف انتوا رأيكم إيه، وعايزين تسمعوا مني إيه المواضيع اللي تهمكم. فدايما كل تحت فيديو يا ريت تكتبوا لي اقتراحات، اعمل فيديو عن كذا، اعمل فيديو عن كذا، وانا ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل كلام. بالمناسبه بقى، لو الفيديو شايفينه مفيد، طبعا لو انت مش مشترك اشترك، لو مشترك خلاص شكرا، بس اعمل له ايه، شير لاصحابك على اساس يستفيدوا هم كمان من هذا الفيديو، وما تنساش طبعا تعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.